تحرير طب رهائن هل او حضرتك منع عنصر متوقع بالتاج. انه هذا الامر يتطور يعني بشكل عسكري او في يعني اي تطورات عنيفة؟ اولا الازمه دي كيف تنتهي، ده تحدي كبير، يعني ازاي تحرر السفينه دي، ده تحدي كبير سواء للجانب الامريكي او الجانب الاسرائيلي او لفكره امن الملاحه بشكل عام. يعني تحرير كيف تخرج، ده يعني مهمه كبيره. تاني حاجه لابد ان يبقى في ديبلويمنت، يعني يبقى في قوات بحريه في المنطقه دي، يا اما تعمل دوريات يا اما تصاحب السفن، لان الحادث ده هيتكرر وبيبدا باسرائيل كطرف في الصراع ثم يتمدد اكثر، ربما يستهدف حاملات نفط امريكيه، ربما يستهدف اوروبيه فرايك ان بريطانيه. الموضوع ممكن يوسع يعني؟ هي الملعب ده ايران بتجيده جدا. ايران فكره احنا فندنا فكره انها بتشارك بقوة عسكريه او تدعم يعني من هم يحاربون في غزه او ان حزب الله يدخل، لكن هي رجعت للردع منخفض التكلفه في بند مهم منه وموجع، مش موجع لامريكا واسرائيل، ده موجع للعالم كله في منطقه تمثل يعني خطوره انا رخوه متوقع، للعالم كله. انا متوقع بكره مثلا انه التامين على المراكب ديت هيرتفع مثلا، هنا بقى هيرتفع يبتدي العالم تامين يتعور.